السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ كلامنا بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. شباب، هذا المحل فتح في سينيكا اسمه تيمبر ريدج، للناس اللي عندها بتحب تتعلم كيف تضرب ال شو اسمه البلطة، ولا اتوقع هذا شو يسموها البلطة. فشايفينه كيف هاي البلطة، على ان قوة الرمي اللي بتحول كيف يتدرب عليها. هذا المحل في سينيكا، طبعا هنا اول ما تدخل لازم يكون عندك تعمل هاي، ان هم تخلي مسؤوليتهم، فبتعملها مره كل سنه تبع على طريق التلفون، وبتوقع عليها انك في حاله اصابتك لا سمح الله في هاي انهم ما لهم اي دخل. شايفينها كيف؟ هاي معنا ما شاء الله ضربت كويس. هاي الدكتور توقير ما شاء الله، الله يحفظه ويبارك بعمره. هذا حبيبنا الدكتور توقير، وهي ولاده، هاي ابنه أيمن وإحسان، هاي بلال بيشتغل عنده ابن الدكتور تنجو، هاي صفية ما شاء الله لا قوة إلا بالله. صفية how you doing good ما شاء الله. هاي إحسان، هاي أنس، هاي دريا، رقية، أيمن، عند آسيا. أم أنس كيف تضرب كويس؟ أم أنس كيف؟ في طريقتين، إما عن طريق من فوق الرأس، إما عن طريق ما شاء الله كويس أم أنس. ما شكلها بتتعود عليها، حطيتني متخيل انها بتضربني براسي لا سمح الله. مين مبين؟ لا بابا. ما بس احمى شويه. ما شاء الله. خليها تجرب انا مره. كم مره؟ تفرجيهم كيف تعمليها. ايوه. وهاي شفت كيف؟ لا. ترى كيف؟ ايوه. ما شاء الله جود بلال. ده حلو. هاي احسان، هاي ايمن، هي ديد جود اولسو. ترى كيف ايده لازم تكون هي ايده مستقيمه، شايف كيف؟ وبقدم خطوه بس ضربه خفيف تحت هناك فوق. شوف كيف؟ ولازم تلعبها صح، تعويد، هي الشغله تعويد سهله جدا، بس بدها تضلك تجرب وتعمل تعويد. ما شاء الله. Did you crack it? واو، I see. Yes, I see. تعويد وتجرب ورا مرة، وبعدين تبعد المسافة، تصير بعد المسافة بعدين بتصير سهلة، أسهل وأسهل. شوف توقيت كيف بعلم ابنه وبناته، عفوا. هاي من ورا الراس بس ما ضبطها، من ورا الراس أصعب شوي. يا أضلك تجرب. نعم حبيبي. إي أيمن. يا شريف. صالح، سوري صالح. هي صالح. صالح استاذ نور، هاي سي ايمن. شوف هاي بلاستيك، بعد ما الاولاد الصغار عشان يتدربوا عليها. صالح شو مي هاو يو دربت.
show me how you throw it. Wow, yeah. You did a good job, Saleh. That bigger one. هي بدأت نشوف الخشب كيف يصير كله على الأرض بتكسر. احنا ساعة اتوقع احنا اللي دافعين لمدة ساعة الآن لعب. وهاي بوقتونا الساعة. اوكي يا شباب انا اخذت فكره كافيه ان شاء الله عن المكان. ما دام هيك ننهي كلامنا ان شاء الله الان بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. وان شاء الله نراكم قريبا ان شاء الله بفيلم جديد. شوفوا اوكي ايدك لازم تكون بالبند كيف يعني هيك مستقيمه طلع وايدك هي ما بتصير تحط اصبعك هيك لازم تحط اصبعك هيك طلع كيف عشان ما تلف معه لما تضرب الحلق اجرك طلع كيف كل ما تضرب احلى كل ما كان اقوى الضربه تدخل براسه اجره بظهره طلع كيف ها اجين Thank you.